يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا تودراتشونا يتكبراتشو يا بروغراماتشن تكتاتايوش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله سبحانه وتعالى فقاد هنو زاري برقامي لمقنا أن يتبكتنال يا زي بروغرام وين بزي ساعات بكتا سرجتي يقرب الله شو يمكينيو قرآن اندتنا ببتسنيو يا قرآن نباب مما ماريا بروغراماتشنو بزي بروغرام يتلاقيو نباب هكاتو چني يدا سسنقوي تانا درقالن عندهم إنانتنم ينباب تساتفون يتكتاتلن إن شاء الله نقويالن. يزاريو مئرافي منا نبو سورة القصص كأنكز أربع أرات اسكا حمسي عدو تنيهونا إن شاء الله. بكرمي عنده مكتلو عنبالهون كنباب بحالة يدولاتشو مقرات مساتف تجلالاتشو مسمراتشن كفتي هونال. كدمي عقن قرآن قرتاتشو متتشلو يما تتشلو داقمو سكري لاي بميقينيو يتكتاتلاتشو قويتان لتادرقو يا أكبروت كبجعينو عندما يكتلو عن البالهن نبابون النكتاتل سورة القصص كأنكتس عربارات اسك حمسا يالوتني منا نبو ويم قز سوسمتو زات أنا عند لاي يالون صفحة ويم قز هنا يمنا نبو إن شاء الله تكتاتلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نبابو هناني مثلا سورة القصص كأنكز أربارات اسكا حمسة يالوت انو يانباب كي قويوت نزين أنكزوش نانتم يدولاتشو لتاسمو تشلالاتشو إن شاء الله سكري لابتا كمتا وكوتر مالتنو كذبا فيت بركاتاي نباب هقوشن لما يتمو كرنال لما يتم بكتنال نزين هقوش موقاتشن نبابا تشلاي لم يفتر وقرفتوش ማስተካከያ እንድንወስድ የሚያደርግ በመሆኑ ልዩ ትኩረት ሰጥተን በነከታተለው መልካም ነው። ንባባችን የተስተካከለ ሲሆን የተፈለገውን መልእክት እንዳስተላልፍ ያደርጋዋል። ንባባችን የተበላሸ ሲሆን ደግሞ የተፈለገውን መልእክት እንዳይሰጥ እና ተክለኛውን አንባበብ ወይም ከተክለኛው አንባበብ እንዲወጣ የሚያደርግበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ማናችንን ብንሆን የተክለኛውን የቁርአንን አንባበብ በየትኛውም አጋጣሚ በየትኛውም መንገድ ለመማር ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ትኩረት የሚያስፈልገው የሆነ ነገር በመሆኑ ስለዚህ ይሄንን መስረት በማድረግ የተለያዩ ህጎችን ከዚህ በፊት سنመለከት ቆይተናል። እነኚህን የተማርናቸውን ህጎችን ደግሞ ወደ ተግባር በመቀየር ፕራክቲስ በማድረግ ወይም ልምምድ በማድረግ ነው እየተከታተልን ያለነው። ስለዚህ ይሄንን ፕራክቲስ ልምምድ ያወቀናቸውን ወደ ተግባር በመቀየር መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ የሚሰጡትን ያንዳንዱ ማስተካከያዎችን ለራሳችን ግብአት በመውሰድ ኢንሻአላህ ንባባችን ላይ ጥሩ የሆነ ተጽዕኖ እንዲኖር ማድረግ አስፈላጊ ነው። እዚህ ላይ ማነሳቸው አንዳንድ ንባብ ህጎች አሉ ኢንሻአላህ የተለመዱ የምናቃቸው ናቸው ከዚህ በፊት ወይም ደግሞ የተነጋገርናቸው ናቸው። ነገር ግን ሁሌም የተደጋገሙ ይመጣሉ። ይሄ በመሆኑ አንደኛ ህጉን አውቀነው እንድናነብ ያደርጋል። ህጉን አውቀን ስናነብ ደግሞ ሐቁን እንሰጣዋለን። አንዳንድ ጊዜ ህጉን ሳናቆ ለናነበው እንችላለን። መሰረት አይደለም ለማንበብ ህጉን ማወቅ ላኪን ህጉን ሳናውቀ የምናነበውና ህጉን አውቀን የምናነበው ንባብ ሂደት ሁለቱም በጣም የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይያወቅኑ የምናነበውና ህጉን ሳናውቀ የምናነበው ሁለቱም የተለያየ يعني የተለያየ እንትን ያላችሁ ናቸው መጠን ያላችሁ ናቸው። ስለዚህ يعني ትኩረት መስጠቱ አስፈላጊ ነው። وما كنت بجانب الغربي من الغازي لاي ብዙቻችን አቋለ እዚህ ኑን በዚህ መልኩ ይመጣቸው ኑን ቀድሞት እንደመጣው አው ደሞ ከሷ ቀጥሎ እንደመጣው ፊደል አይደለችም። ማመጣጣው ብቻዋን ኑን ነው የመጣቸው። ፈትሃም አይደለችም ከስራም አይደለችም ضማም አይደለችም የሱኩን ምልክትም አናገኝበትም ምንም አይለት ባዶ ሆና ነው የመጣቸው። ታዲያ ኑን ብቻ አይደለችም ሌሎችም ፊደሎች አሉና ሱኩን ሆኖ ሲመጡ ማንኛውም ፊደል ሱኩን ሆኖ በሚመጣበት ጊዜ ሱኩን ሆኖ በግልጽ የሚነበብ ካልሆነ ምንም አይነት ምልክትን አናገኝበትም። ምን ማለት ነው? ሱኩን ሆኖ ሱኩን ረውስ ረክቶ እንዲነበብ ማድረግ ነው አይደለ? ወይም ያማረኛችን ሳዲስ የሆነውን ፊደል ተመሳሳይነት ያለው የሆነ ነው። ስለዚህ አንድ ፊደል ኑን ምሳሌ ሱኩን ብትሆን ን ትባላለች አይደለ? ميم سكون بتون م لام سكون بتون ل جيم سكون بتون ج دال سكون بتون د يتبالن ميقرر. ስለዚህ ሱኩን ሲሆኑ የማንቀሳቀስ የሚባለው ባህሪ ይለቃቸዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከሐረካት ውጭ ሆኑ ማለት ነው። ወይም በፈትሃ ባህሪ አይንቀሳቀሱም አለያም በከስራ ባህሪ አይንቀሳቀሱም አለያም በضማ ባህሪ አይንቀሳቀሱም። ስለዚህ ይህ ፊደል ምንድነው ማለት ነው? ውስጥ ለክቶ እንዲነበብ ይሆናል ማለት ነው። ማንቀሳቀስ የሚባለው ነገር አይቆራኝም ማለት ነው። ስለዚህ የዚያ ተቃራኒ ውስጥ ረክቶ መነበብ ነው። ታዲያም
ይሄ ሱኩን በመባል ነው የሚጠራው። ምን ግዜም ሱኩን የሐረካት ተቃራኒ ነው። አንዳንድ ግዜ ሐረካት እንለና ፈትሃ ከስራ የሐረካ አይነቶች ብለን እንጠቅስና ፈትሃ ከስራ ضማ ሱኩን ይላል እንደክሳለን። ይሄ ግን خطأ ነው። ሱኩን ራሱ የቻለ ነው፣ ሐረካትም ራሱ የቻለ ነው። ሐረካት ተቀልስም ነው ለ ውስጥ ላይ የሚዘነዘሩ አሉ። የነሱ ተቀልስማቸው ነው እንደ ፈትሃ እንደ ከስራ እንደ ضማ ማለት ነው። እነዚህ ሐረካት ተቀልስማቸው ፈትሃም ከስራም ضማም ተቀልስማቸው ሐረካት ይባላል። ተቀልስማቸው ምን ይባላል? ሐረካት በሚባል የሚጠሩ ናቸው። ታዲያ ግን ሐረካት እንቅስቃሴ የምንለው ሁሉም የማንቀሳቀስ ባህሪ ያላቸው በመሆኑ ነው ይሄ ስም ተቀለል እንዲያረጋቸው የተደረገው። ታዲያ አንድ ፊደል በዚህ ማንቀሳቀስ ባህሪ ውስጥ ካልሆነ ወይም ደግሞ በዚህ እነዚህ ማንቀሳቀስ ባህሪ ያላቸው ውስጥ የተጣመረ ካልሆነ ያ ፊደል ረግቶ የሚነበብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሱኩን እንለዋለን ማለት ነው። ሱኩን እንለዋለን፣ የረጋ ነው፣ ረግቶ እዛው ምንም ቅስቃሴ ሳይቆራኝበት ይነበባል። ታዲያው በሁለት አይነት ነው። ሱኩን ሆኖ በግልጽ የምናነበው ፊደል አለ። ሱኩን ሆኖ በግልጽ የማናነበው ፊደል አለ። ሱኩን ሆኖ በግልጽ የምናነበውን በቀላሉ መለየት እንችላለን። ፊደሉ ላይ የሱኩን ምልክት ይኖረዋል። ኑንም ይሆን ሚምም ይሆን ላምም ይሆን ሌላም ፊደል ሊሆን ይችላል። ፊደሉ ሱኩን ካለው በቁርአን ውስጥ ያ ፊደል በግልጽ የሚነበብ ነው። በግልጽ ማንበብ ይኖርብናል። ለፊደሉ አይነት يعني جيم سكون بيون جي በሚል ነበባል። ሲን ፈሱኩን ቢሆን ስ ተብሎ ይነበባል። ምልክት ካለው ማለት ነው። ከዚያው ጭሳ ምንም አይነት ምልክት ካላገኘንበት ያ ምልክት ባይኖረውም ፊደሉ ሱኩን ነው፣ ግን የሱኩን ምልክት የማናገኝበት ወደሚቀጥለው ፊደል የሚሸሸግ ነው ወይም የሚጨፈለቅ ነው ወይም የሚቀየር የሚገለበጥ ነው። ተግባባን አኸዋት? ስለዚህ ከነዚህ ውጭ አይሆንም ማለት ነው። አንድ ፊደል ወይ ኢድጋም ነው የሚሆነው ወይ ኢቅራብ ነው የሚሆነው ወይ ኢኽፋእ ነው የሚሆነው ሱኩን ሆኖ ምልክት ከሌለው ማለት ነው። እዚህም ላይ የምንመለከተው وما كنت بجانب الغربي የሚለው ጋር وما كنت كنون ላይ ምንም አይነት ምልክት አናገኝም። ኑን ምንም ምልክት ይዛል መጣችም። ታዲያ ይቺ ኑን ቀጥሎ የመጣት ፊደል ኑን ሳኪና ወተኑ የሚሚሳኪና ይያልን በተናጠል የተመለከትናቸው ሱኩን ፊደሎች አሉ። አነባበባቸው ጥቂት ፊደሎች እንደ ኑን ምሳሌ ኑ ሱኩን ወደ አራት አይነት የሚሆን አነባበብ አላት። ሚም ሱኩን ስትሆን ወደ ሶስት አይነት አነባበብ አላት። ላም ሱኩን ስትሆን ሁለት አይነት አነባበብ አላት። ተግባባን? አንዳንዶቹ ደግሞ አንድ አይነት አነባበብ ያላቸው አሉ፣ ሁለት አይነት አነባበብ ያላቸው አሉ። ኢድጋምና ኢዝሃር፣ ኢድጋም ኢዝሃር ብቻ የሚነበቡ በርካታ ፊደሎች እናገኛለን። ስለዚህ ከነዚህ ጥቂት ፊደሎች ውስጥ በተለይ በቁርአን ውስጥ በስፋትና በብዛት ከምናገኛቸው ሱኩን ሆኖ ከአንድ በላይ አይነት አነባበብ ያላቸው እንደ ኑን እንደ ሚም እንደ ላም አይነቶቹ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ፊደሎች አብዛኞቻችንም እናቀዋለን። ብዙ መራኪዞችም ላይ ተጅዊድ ማዕከላት ላይ የሚሰጡት ኑን ሳኪና ወተን አህካም ኑን ሳኪና ወተን አህካም ሚም ሳኪና አህካም ላማት ሰዋኪን يعني معروف ናቸው። እነዚህ የታወቁ ናቸው። ነገር ግን ተግባር ላይ እስከ ምን ደረጃ ነው ይዋልናቸው ያለነው? አሁን ቃይዳውን ህጉን ማወቁ ብቻ ሳይሆን ወደ ተግባር መቀየሩ ማስፈልጊ ስለሆነ ታዲያ ይሄ የተለመደው ህግ ኑን ሳኪና وما كنت ሚለው ጋር ከኑን ሳኪና በኋላ ታ ነው የመጣው። ኑን ሳኪና ቀደም እንደገለጽኩላችሁ ኑን ሱኩን ምትሆናል ትችላለች፣ በተንኒ የምትገኘው ኑን ሱኩን ልትሆን ትችላለች። እነዚህ ሁለቱ አራት አይነት አነባበብ ነው ያላቸው። ከነዚህ አነባበቦች ውስጥ አንደኛው ግልጽ ተደጋግሞ የሚነበበው ሱኩን ምልክት ስለምናገኝ ምንም ችግር የለውም። ሁለተኛው ኢድጋም ነው፣ ሶስተኛው ኢቅላብ ነው፣ አራተኛው ኢኽፋእ ነው። እዚህ ላይ የምናገኘው ከኑን ሳኪና በኋላ የመጣው ፊደል ታ ስለሆነ ከኑን ሳኪና በኋላ የመጣው ፊደል ታ ስለሆነ ታ ደግሞ የኢኽፋእ ፊደል በመሆኑ ኑን ሱኩንን ወደ ታ ኢኽፋእ አድርገን ነው የምናነበው። ስለዚህ وما كنت ሳይሆን وما كنت كنت إخفاء من لو بإظهارنا بإدغام مكاكل يعلن بارينو بزو قزي إخفاء كإدغام قاسي عن نسعة صرو ليونتو عند بچان دو هنا يقال سعر وتلي ابن الجزري رحمة الله عليه ينزي يهولتو إدغامنا إخفاء ليونس يقال سو الإدغام مشدد والإخفاء مخفف بلونه ميقال سوت
በቃ ለዩነታቸው ከዚህ ውጭ አይደለም የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢድጋም ከሆነ ሸዳ ይደረጋል። ኢድጋም ካልሆ ኢኽፋ ከሆነ ደግሞ ሸዳ ይኖረው ሙኸፈፍ ነው። አማ የጉን ነው የምኑ ተመሳሳይ ነው አይነት ነገር አላችሁ። ስለዚህ ሸዳ ካለው ከኑሱኩን በመቀጠል የምናጠብቀው ከሆነ ኢድጋም ነው የሆነው፣ የማናጠብቀው ከሆነ ኢኽፋ ነው የሚለውን ቀለል ያለ መለያ ነው እየሰጡን ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر زلائي وما كنت بجانب الغربي وما كنت بيقت على رقم بزي من كل يلوشنم ما يتنش لعلى سلازي إخفاء بنوي ساكنا والتنوين هق قزي بزو تشاتشو من دم التاكوت أسرع مستفير يلوشن يالو سلازي النزي أسرع مستفير يلوش جار ኑኒ ሳኪናም ሆነ ተንዊን በሚመጡበት ጊዜ ወደ እነዚህ 15 ፊደሎች ነው አሸሽገን ወይም ደብቀን የምናነበው ማለት ነው። ታዲያ ኢኽፋ በመናረግበት ጊዜ በመንሸሽግበት ጊዜ ጉናው ተጥዊል ይደረጋል፣ ይረዝማል፣ ይጎተታል። እንዲሁ ቶሎ ብለን ወማ ኩንተ ቢየ አይደለም ማነበው ወማ ኩንተ ሐታ ደረጃውን ደረጃ ሁለት ላይ ነው የሚያስቀምጡት። የጉናን የተጥዊሉ የርዝማኔውን መጠን ሲገልጹ ከኢድጋም በመቀጠል ኢኽፋ ነው ያለው። ሶ ረዘም ያለ የሆነ የጊዜ ቆይታ ነው የምናገኝለት ማለት ነው። መለሳለን መስመር ላይ። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። አይዋ ወአለይኩም ሰላም። ቴሌቪዥን አጥፊ ወختي ደህና አልহামዱሊላህ። طيب ተቋርጦባታል ኢንሻአላህ ተመሳምትም እንደምትወ ተስፋ እናረጋለን። እና ቀደም ይገለጽኩላችሁ እነዚህ 15 ፊደሎች ጋር ኑን ሱኩን ወይም ተንዊን በሚመጡበት ጊዜ እናረጋለን። ኢኽፋ አርገን ነው የምናነበው ወይም ሸሽገን እናነባለን። ጉናውን ረዘም አርገን የምናነበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ሌላው ቢጃኒቢል ጎርቢይ እዚህ ላይ ደግሞ መውጫ ላይ ብዙቻችን ምን ትኩረት የማንሰጠው አልጎርቢይ ስንል ሐርፍ አልገይን الغربي تبلو ينببم وما كنت بجانب الغربي انجي بجانب الغربي تبلو ينببم مالتنا ليلو اذ قضينا اذ قضينا علم اذ قضينا سيون اذ قضينا حرف الذال ملاس وتارغن من نلبو كسوا غار ليلا تياج ሁለት ፊደሎች አሉ ወይንም ጓደኛ የሆኑ ሌላ ሁለት ፊደሎች እናገኛለን። طيب انديت نو زي لاي يعني ذال ليلوچو ابرو كميوطو غادنچو است ان ظاننا ثا يگنيالو ذال وا ثا نسوسو فيدلاتوچ يملاس چافون كفل كلاينياو يفيل لفيتس چافو غارا سناطامرو يميوطو ناتشو زازي ذال يميل ذال دمصالات ثا يميل دمصالات ثا اندوم دگمو وا وا دگمو እዚህ መስረ ድምጽ ነው ያለው። አንዳንዶቻችን ዛን ዛ እንላለን፣ ዛልን ዛል እንላለን፣ ሳን ሳ እንላለን። ይሄቹ አይደለ ለኮል ይዲላን ፊደል ድምጽ በማምጣት ማለት ነው። ይሄ ቀደም ቢነገለስኩላችሁ ልክ አይደለም። መውጫውን አሳስተን ማንበብ የለብንም። ከሌላው ከሱ ከቃፍ ቀጥሎ حرف الضاد ነው የመጣው። اذ قضينا አንዳንዶቻችን اذ قضينا اذ قضينا قدينا ساون قضينا ضاد حرف الدال والضاد ولتم عندهم الفرق كبير ليونت علاچو ناتشو ضادم دالم دال طرف اللسان بمملاس چافنا متوطاو ضاد بحافتي اللسان بهولتو يملاس گونوچ متوطا ناتش سلازي ضادم اللي بزي يهني مسله دمص علات بتام وفر ياله ضاد كدال يتليه معناتنو دالم እንደምትመለከቱት በጣራፈ ሊሳን ነው ብዙ ይማስቸገር ይደት ይላትም ዳል ብዙ ጊዜ የቋቋች ጋራ ተቀራራቢ ወይም ተመሳሳይ በሚባል መልኩ ይገናኛሉ። ሌላው ኢዝ ቀደይና ኢላ ሙሳ አልአምር እዚ ላይ ደግሞ ኢዝ ቀደይና ኢላ ሙሳ መሳቢያውን ባለፈው ፕሮግራማችን መጨረሻው የሳምንቱ ፕሮግራማችን ላይ መሳቢያው መዱል ሙንፈሲል ይባላል ብለን አይተነው ነበር። መሳቢያ ፊደሉ አለ ከሱ ቀጥሎ ሐምዛ ከመጣ መሳቢያ ፊደሉና ሐምዙ ደግሞ በተለያዩ ቃላት ተነጣጥለው ካገኘን ይሄ ምን እንለዋለን? መዱል ሙንፈሲል እንለዋለን። መሳቢያ ፊደሉና
حمزو عند ترجم بالو قال لا يتسباس بس يجني رقمه مدل متصل هنا هلتم تكرار بينتي علاشو تاجنتي علاشو مسابينتو شناشو مدل متصل واجب سلهونك ولا تركا بلا يتسابل كذا بتاج وين بقول تركا يتساب يدلم مدل منفصل جائز نو من المكان ده مدل متصل يمساب متن يعلو بيهون من طريق الشاطبية لكن بل لا زجبا النزي هلتو مالت مدل منفصل ولا تحرك كلام النسبة ولا مالت مثل زي ليلى طرق ليس من ملكته بزي ملكه ولا تحركات تسبو الناقين ولا مالتنا ليلى إلى موسى الأمر سن موسى برجنا نبوالة وما كنت من الشاهدين ملوقا وما كنت بزي ملكه إخفاء نرجوالن كلام أيتن ولا وما كنت ملوقا تمسع سعينه من الشاهدين سبرغن أننا نبوالن لو ولكننا أنشأنا قرونا زلي ولكننا ننشدانو كزنبة تجمعري لكمو مسابع اللهم الدو المنفصل اللهم ولكننا ندالن هلتنا قروا شنو متبقان عندنا نونو لاي شدّا بمدرك بمدرك عندنا باباتشن فتنات نزقي يالن تلو فتنة نايد اللمي من نانبو ولكن نأنشأنا نلمي خطان تلو بلن سايهوني من نانبو نونون تبقى درقن إتو سنية جيزي قويتان ستن نوي من نانبو يهن نداتنا قاقنو قين ليلا مني تبقنا العريف مسابيه اللم السون مسابيه رقمو يمساب متأنو أراد ويما مستحركانو مد المنفصل النلوالن جائز طبعا ولا تارك مساب نشلال ند باباچن فتنت يميوسن هنا قال يا عمدمو مد المنفصل عند منسبو يمساب متل الناس كيدون نشلالن لكن ሁለት مسابنو አራት አምስት مسابنو نون لاي يتوسن قويتا كادرغن بهالا مسابيو عند من اندميكتل ماوق اسفلاغي يهنال معناتو سلازي ولكن أهنا يشارل نونن من أرجواله يتوسّن زجيت بياله كذا عندنا مسحبيون تكبروي أدرجاله إيه من النلوالن نون شدة طبعاً غنة تطويل صفة إلوتال وبصفة ببحري يمجلت هونانو كذا بتجمعري دقمو مسحبيو مدو المنفصل يبال الحكم جائزنا أنشأنا سنل كانوا ساكنا بهالشين إخفاء تدرغوي من نببنو وما كنت اندالنو تمساسينو ليلو أنشأنا قرونا أنشأنا مسابيه الأصليينو ولت حركة كالنسبو علن يالا سبب يميكوم يمسابيه أينتنو طبعية من نلو يمرقمو أصلية من نلو يمسابيه أينت مالتنو ليلو قرونا فتطاول عليهم العمر زلا قرونا قاف وفرارقنا من نبو أنا نقزيو دقوان قواتشنا متأونا قروناً دادن قروناً قاف وفرادرغن أننا بوالن ضمنو كذا قطلو حرف الراء ضمنو يوفران من قزين مرا كمت وفر باتشو هنية وجوست ضم عندهم فتحة هنا ممتعتنو زي حتى لو أرى سكون هنا كلمات فتحة ومضم مكان هنا بمتع توفر تنببالج إلى آخره ليلو قروناً فتطاول سنلا هنم نولاي تنوين الناقن يالن كسبة ما كتري مما تيمة توفيلل حرف الفانو فايمان فيلنو يإخفاء فيلنو سلازي تنوين على يمت جنوا نمت الدمس ودفا تششجا يمت النببنش إنجي قرونا فتطاول بلنا ننبوم قرونا فتطاول سعون قرونا فتطاول تبلو درجو النببال إخفاء تدرجو النببال مالتنا لو فتطاول حرف الطاء وفتطاول حرف الطاء بزوج زي ودو قام قاتش النامت أو النا طان طابل النان بوالن هلتم جن يتلاعيون عشوا من البات موج أو النام مساس لو نشل علن لكن بصيف هذا الرجاء حرف الطاء مستعلي عنك يكفت عن نتبهري علت مع ذلك دقمو من يقابل هو التفخيم مستعلي هنا مستعلي هنا فيلن من جزم من كتلوال تفخيم كت موفر كتلوال سلازي من جزم حرف مستعيل بكفتها بحري
ያለው ፊደል ምን ጊዜ ምን ይሆናል ሙፈኸም ነው ተወፍሮ ይነበባል ማለት ስለዚህ ፈተጣወለ አንልም ፈተጣወለ ፈተጣወለ ያቹ አይደለ ይወፍረ ደረጃ ጋር سنመጣ ምን እናገኛለን ከጣፈት ሀ በኋላ አሊፍ ስኩን ነው የመጣው ምን ጊዜም ፊደሉ ምን ጊዜም የሚወፍር ፊደል ሆኖ ፈትሃ ሆኖ ቀጥሎ አሊፍ ስኩን ከተከተለው የወፍረ ደረጃው አንደኛ የሚቀመጥ ነው يعني በጣም ይወፍራል ማለት ነው በጣም የሚወፍር ነው ስለዚህ ጣ ጣ ቃ ባ የመሳሰሉ ፊደሎች እነዚህ ምን ጊዜም የሚወፍሩ ናቸው በጣም የወፍረ ደረጃቸው በዚህ መልኩ ሲመጡ የተለየ በሆነ መልኩ ወይም ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ ተወፍረው የሚነበቡ ናቸው ማለት ስለዚህ ፈተጣወለ ካልን ባህሪውን ያጓደልነው አይደል ስለዚህ አወፍረን ማንበብ ይኖርብናል ማውጫውን አስተካክለን ከመውጣት በተጨማሪ ፈተጣወለ عليهم العمر ፈተጣወለ عليهم الامر عليهم الامر طيب ليلو العمر حرف العين عليهم امر بلنا ننبهم عين ليلو وما كنت ثاويا في اهل مدين ثاويا زي ثاويا سنل ثاويا سوا ثا من صوت ارغن ننبوالن ثاويا في سن دغمو كتن يقطلو فا متوال اخفاء تدغو ينببال في اهل مسابيا نو مد المنفصل يبالا ليلو في اهلي مدينه مدينه حرف الدال ساكن نج من جزم انذي كدال قال ليلوچ فيدلوچ አሉ አምስት ፊደሎች ማለት ነው سكون هنا سيمتو تنطرو ينببالو في اهلي مدينه بيسهون يمانبو مدينه مدينه يعني دال من هنا ينطرال ማለት ነው ስለዚህ حرف الدال سكون كهونا ان ليلوچም አሉ قاف طا با جيم እነዚህ ፊደሎች ጭምር سكون ሆኖ ሲመጡ ምን ይላሉ ምን ይሆናሉ ተነጥረው ይነበባሉ ማለት ነው ወይም አንጥረን እናነባቸዋለን قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في اهل مدين مش مدين مدين يقلقل على الدرجه ሁለት ናቸው قلقلت الصغرى الله قلقلت الكبرى الله قلقلت الصغرى يمنلو بقال مكاكل سيمطا نو كبرى يمنلو مقرشا لاي بفيدلو لاي سنقوم يا ميمطاو سكون نو سلازي سكون سيهون بيتشا نو انذي فيدلوت تنطرو يمنببوت مكياتوم سكون كهونو وج بميمطوبت كزي انا اكلي ماسچغر بحر يلاچو منا نغرغن فيدلو سكون هونو بميمطابت كزي لماسچغر ثقلالو لمراساچن يكبدنال ስለዚህ ያንን ክብርና ለማላቀቅ የምንጠቀምበት የንባብ ሂደት ነው ስለዚህ ተስሂል ነው ይሄ ነገር የምንጠቀመው ማለት ስለዚህ في اهل مدينه مدينه እንጂ አሁን ለምሳሌ مدينه ብዬ ከማነበውና مدينه ብዬ ከማነበው የትኛው ነው ለምላስ ቀለል ብሎኝ የምናነበው مدينه ብለን የምናነበው ነው አይደለ ወይም አንጥረን የምናነበው ነው ምክንያቱም ቶሎ ያ የታፈነው እዛው ታፍኖ እንዲቀራ ያደርገውም የሚያጭናንቀ ነገር ይወገዳል ቶሎ ብሎ በሚከፈትበት ጊዜ ማለት ነው በጣም ጥሩ ሌላው ተትሉ አለይሂም አያቲና መሳቢያው ጋር ተትሉ መሳቢያ ነው አስልየን ለታረካ ከነስባለን አያቲና መድል በደል አለ እዚህም ላይ ሳባርገና ነባለን ያ ሳባርገና ነባለን እዚህ ላይ ከያ ፈትሃ በኋላ አሊፍ ሰጊራ አለች በትንሽ ስለተጻፈች ሚጎዳን ነገር የለም ማለትም ሚቀር ነገር የለም ለምልክት አይደለም የሚመጣው እዚህ ቦታ ላይ ማለት ተግባሩ የሚቀር ይሆን አይደለም እንዱሁ ለሲምቦል አይደለም የሚቀመጠውና ተግባራዊ እናረጋለን ስለ ሰጊራዎች ባለፈው ሳምንት ላይ በስፋት سنብራራው ቆይተናል سنማረው سنመለከተው ቆይተናል ስለዚህ ያ በሚለው ሳብ ተደርጎ እንዲነበብ ይሆናል ሌላው ወላኪና ኩና ሙርሲሊን ኑን ሸዳዎች ላይ ወላኪና ጥብቅ አድርገን ሳብ እናረጋዋለን ኩና ጥብቅ አድርገን እንስበዋለን ሁለቱን ነገሮች መተግበራችን መተው የለብንም አንዱን ብቻ አንዳንድ ጊዜ ወላኪና ሙርሲሊን ላለ ላ ወላኪና ኩና ሙርሲሊን ምን ሆኗል አጥብቀዋለሁም እንደገና
መሳቢያውንም ተግባራዊ አድርጌያለሁኝ። አንዳንድ ጊዜ ሸዳውን እናስቀረው እንችላለን። ይሄ የተወሰነ ቆይታውን አጥብቀን ብቻ ቶሎ የማለፍ ነገር አለ። ይህም ልክ አይደለም። ወላኪና ኩና ሙርሲሊን ላ ይህም ኸጣ ነው። በዚህ መልኩ አይነበብም። ሙርሲሊን ራ መክሱር ነች። ማን ነው? ሳኪን ነች። ቀድሞ የመጣ ፊደል ዶማ ነው። ስለዚህ ራ ትወፍራለች። ሙርሲሊን እንጂ ሙርሲሊን ተብሎ አይነበብም ማለት ነው። ሌላው ወማ ኩንተ ቢጃኒቢ ጡሪ ኢዝ ናደይና ኢዝ ናደይና ሳይሆን ኢዝ ናደይና። በዚህ መልኩ ሐርፈ ዛል ምን አድርገን የምናነበው? ረገጥ አድርገን እናነበው። ኢዝ ናደይና ኢዝ ናደይና። ወላኪን ረሕመተን ሚን ረቢክ ወላኪን ረሕመተን ኑን ሳኪና በኋላ ራ መጥቷል። ኑንን ወደ ራ ምን እናደርጋለን? ኢድጋም አድርገን እናነባለን። ኢድጋሙ ደግሞ ኢድጋም ቢገይሪ ጉና ይሆናል። ማለትም ዜማ አይቆራኝም፣ ሙሉ በሙሉ ፊደሉ ወደ ራ ይጨፈለቃል። ስለዚህ ራን ጥብቅ አድርገን ብቻ ማለፍ ነው። ቀደም ብለን እንዳየነው የተወሰነ ቆይታ ምናምን አናደርግም። ወላኪን ረሕመተ ቶሎ ወላኪን ረሕመተን ሚን ረቢክ በዚህ እውነት ይነበባል ማለት ነው። ወላኪን ረሕመተን ሚን ረቢክ የሚለው ጋር ተከተን ቀጥሎ ምን የመጣው ኢድጋም ቢጉና ይሆናል። ሚን ረቢክ ከኑን ሳኪና በኋላ ራ መጥቷል። ኢድጋም ቢገይሪ ጉና ይሆናል። ሊቱንዚረ ኢኽፋ ነው የሚሆነው። እዚህም ላይ ቀደም ብለን ስናየው ቆይተናል። ቀውመን ሚም ተኑናለች። ወደ ሚም ስለምትገባ ሚሟ እንድትጠብቅ ታደርገዋለች። ምክንያቱም ንምትለዋ ድምፅ ወደ ሚም የገባች በመሆኑ ኢድጋም ቢጉና ነውና። ማአታሁም ስንል ማአታሁም አንልም። ከዚህ በፊት እንዳየ ነው እዚህ ላይ ማአታሁም መሳቢ ያለውን ብቻ ለይተን መሳቢ ይኖርብናል። አታሁም የሚለው ኸጣ ነው። ብለን ሳይሆን የምንስበው ቀውመን ማአታሁም አታሁም በዚህ መልኩ እናነባዋል። ሚን ነዚሪ ሚን ቀብሊክ ኑሳኪና በኋላ ወደ ቃፍ ኢኽፋ ስናደርግ ደግሞ ቃፍ ላይ ቃፍ የሚወፈር በመሆኑ ኑን ሱኩንን ወደ ቃፍ ምን እናደርገዋለን? በማወፈር ጉናው ይነበባል ማለት ነው። ምንጊዜም ጉና ከእሱ ቀጥሎ የመጣው ፊደልን መሰረት አድርጎ የሚነበብ ነው። የሚቀጥን ከሆነ ይቀጥናል፣ የሚወፍር ከሆነ ይወፍራል። አሪፍ ነው። ቀድሞ የመጣውን ፊደል የሚከተለው ማለት ነው። የሚቀጥን ከሆነ አሊፍ ይቀጥናል፣ የሚወፍር ከሆነ አሊፍ ይወፍራል ማለት ነው። አማ ጉና ግን የዚህኛው አክስ ነው። ጠይብ። ስለዚህ ሌላው ሚን ቀብሊክ እንላለን፣ አወፍረን እናነበዋለን። ወደ መክረጁ አስጠግተን የምንሸሽግ በመሆኑ ማለት ነው። ሌላው ለዓለሁም የተዘከሩን የተዘከሩን አንልም። ሐርፈ ዛል ምላስ ወጣ አድርገን ነው የምናነበው። የተዘከሩን በዚህ መልኩ ወለውላ አን ቱሲበሁም ስንል ሳብ አድርገን እናነበዋለን። አንቱሲበሁም ኢኽፋ ተደርጎ ይነበባል። አንቱሲ ሳድን ሳብ እናደርገዋለን። አንቱሲበሁም ሙሲበቱን ከሚሳኪና በኋላ ሚም ኢድጋም ቢጉና ይሆናል። ሙሲበቱም ቢማ ቀደመት ተኑን በኋላ ባ ኢቅላብ ይሆናል። ምክንያቱም ተኑን ወደ ንምትሉ አንድ ድምፅ ወደ ሚም የምትቀየር መሆኗ ከተኑን በኋላ የመጣው ፊደል ባ ስለሆነ ማለት ነው። ቢማ ቀደመት አይዲህም ሐርፍ ልቃፍ ተወፍራለች። ቢማ ቀደመት አይዲህም ፈየቁሉ ሳበርገና ነበዋለን። ረበና ለውላ አርሰልተ የሚለው ጋር መዱል ሙንፈሲል ነው። መሳቢያ ፊደሉና ሀምዙ በሁለት የተለያዩ ቃላት ተነጣጥለው የመጡ በመሆናቸው። ሌላው ኢለይና ረሱላን ፈነተቢዐ አያቲከ እዚህ ላይ አያቲከ ሳብ እናደርገዋለን። ወነኩነ ሚነል ሙእሚኒን
من المؤمنين من رجل حمزا رجت أرجني من أنا بو فلما جاءهم الحق من عندنا فلما تبقى أرجن سابنا رجل جاءهم جاء ملوغا مسابيا مد المتصل بالا المسابيا في لون حمزو بأند كلمة تتعمرو سلاقينينا تشاو مالتنو جاءهم الحق من عندنا من عندنا كانوا ساكنا بها العين إظهار ترقون من نببون ونساكنا قالوا سابرقنا نبالا لولا أوتي مسابي ومد المنفصلنا أوتي مثل ما أوتي موسى قالوا لولا أوتي سابرنا نقول أوتي عن نلم أوتي مثل ما أوتي موسى بزي من الكومي سبوتا تكرة تدرقا ما يزينو ربنا مالتنا الليلو أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أولم يكفروا سن الأران سابنا رقوالا بما أوتي بما مد المنفصلنا أرادتو إما مسحركا نسبوالا أوتي سنلم أو لتحرك عكر سابنا رقوالا موسى من قبل زيملاي من قبل كانوا ساكن أبوها لقاف إخفاء أرقلنا نبوالا من قبل بلن نونوان بقلز أننا نباتم مالتنا لو قالوا سحران تظاهرا قالوا سابرقلنا نبوالا سحراني 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 حرف السين مالتنا سحراني تظاهرا ظن نبوالا كتر يعلو يكتر أنا رجل تظاهرا لا تظاهرا تظاهرا ضم بتشاوفرا سابرقا إننا نبوالا وقالوا إنا بكل كافرون إنا بكل كافرون بكل زلي تنوين كزم كاف على إخفاء أرقني من نبو مالتنا قل فأتوا سابنا رقوالا قل قافا لزيو وفر أرقنا نبوالا قل فأتوا فأتوا أرلم قل فأتوا سيون قل فأتوا بزي من الكرة قد أرقن يمنا نبونا ميهونو بكتاب من عند الله هو أهدى بكتاب من عند الله من عند الله لام الجلالة ويم الله من لو قال متقنوا لام أتوفر مزيبوت عليه مكنياتهم وصل من نادر كهنا من عند الله بملو كقد ما تيم التوفيل كسر سلو هنا مالتنا كسر سلو هنا طيب كسر سلو هنا من هنا لام الجلالة لا متقنوا لام تكتراني متنبو سدي من عند الله سيهون من عند الله تلرغوين نببال مالتنا من قديم لام الجلالة لا ويم الله بملوك علي يمتقنوا لام يمتوفروا الله كملوا قال قدمو يمتاو فيدل فتحنا ضم سيهونو اما الله كملوا قال قدمو يمتاو فيدل يمتقطنو الله ميلو قال قدمو يمتاو فيدل كسرا سيمطان ويم كالله بميلو قال كمتغنوا علام قدمو يمتاو فيدل كسرا هونو سيمطانو بزي هنيتا تقطنا تنببالچ حرف اللام كلاتكم دمتاقوت اصلو مرقق نج ويهم دقمو ترقيق تدرقائي متنبب نج لكن بلا مرجل على لأي متقنيو علام بچا نزي اختيارو تشال ويهم دمو نزي يا موفرم يمقتانم باهرين وروت الناقين يالن مالتنو من عند الله هو أهدى منهما أتبعه زلا منهما نسبوالا كذا أتبعه بزي ملكو عين رقت أرقن أنا بوالا إن كنتم صادقين لو فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أنما يتبعون بزي ملكو أنا بوالا أهواءهم لازم أهواء ملوغا مدو المتصلين ناقين يالا سابرقنا نبوالا ومن أضل ممن اتبع هواه ضاد نوفروالا ممن اتبع هواه طلب لن ممن اتبع هواه أنلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله
بزي ملكو ترى يزن من نبو بغير بغير غين توكت مارا قلبن هدى زملاي نزه من الله لا مرجلالة توفروا النببان إن الله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي من لغة مسابيو ورك هنا المكناتم قد لي متافيل السكون سلهنا ولت التقاء ساكن سيون ويم ولت سكون تجنعيو يمجمرو سكون مسابيا كونا مسابيون من نارجوالن مسابيون ورك نارجوالن سلذي هي التقاء ساكن هي قلاي يمكينه مارتنو لا يهدي القوم الظالم لا يهدي سنكم طبعا تثبيت النارجوالن هنيوجن سنكت لوجن ورك هنا المارتنو لا يهدي القوم الظالمين الظالمين يا لنا لا يهدي القوم الظالمين خطأنا إننا ما استكاكل على بالمالات إن شاء الله تعالى سورة القصص كأنقذ أربارات كام سألهم نباب ما برارية إننا يمثل نبرة بالله فكر نجا بساعتين كأنو سمن ساعات لي لقى مكذكة ليالوتن أنقذ إن شاء الله تعالى إنما مرادلن يا الله سبحانه وتعالى يعني قبلا فقالهم كهنا مالت إن شاء الله أني بتناقل كتنا أنت بس ما شو تتكامي أرجن سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان.